جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل أنا آثمة إذا رأى الأجنبي وجهي أو كفي أو قدمي؟ وهل النساء كلهن على ذلك الحال؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. إذا تعمدت كشف الوجه وكشف الكفين والقدمين أمام الرجال فإنك تكونين آثمة، لأنك عرضت نفسك للفتنة، فتنت نفسك وفتنت غيرك، لأن الواجب على المرأة التستر وأن تستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، هذا هو الواجب. أما إذا كنت متسترة ومتحجبة ولكن رأى بعض الرجال منك شيئا بدون اختيارك فلا حرج عليك في ذلك، وكذلك هو لا حرج عليه إذا كان هذا من باب الفجأة. أما إذا كان هذا وقع منه متعمدا فإنه يأثم على ذلك. أما أنت إذا عملت الاحتياطات والستر ولكن ترصد لك أو وقع بصره على شيء منك بدون اختيارك وبدون تعمد فلا حرج عليك إذا لم يكن هذا نتيجة إهمال وقع منك. نعم.